درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر وجد نبيل من قناة دروس ببلاش، فابقوا معنا. أعزائي وحبايبي طلاب وطالبات سنة أولى إعدادي، النهاردة يونت 3 different people، ناس مختلفون. في أول تعليق أسفل الفيديو هتلاقي رابط هتضغط عليه هيوصلك لقائمة التشغيل مهمة جدا أو بلاي ليست هيكون فيها كل ما يخص منهج أولى إعدادي سواء من كتاب المعاصر أو من كتاب جم. كمان قبل نهاية الفيديو ب20 ثانية هتظهر لك شاشة النهاية أو إند سكرين، أرشح لك 3 فيديوهات مهمين جدا ممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو مباشرة. كمان في صندوق الوصف هسيب لك كل الروابط الخاصة بالفيديوهات اللي فيها شرح الوحدات اللي هي اللي فيها reading والليسنينج وبرضو حل تدريبات أخرى كثيرة. وما ننساش بعد هذا الفيديو هنحل تيست 3 وبعد كده تجهز لنفسك يا بطل تحل في كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات كل ما يخص الوحدة الثالثة في كتاب A Week is Enough. معلش طولنا عليكم، نبدأ الحل بشكل مباشر يا مستر وجدي. Page 133 نبدأ مع بعض. Choose the correct answer from A, B, C or D. خلي بالك أنا عايز أقولك في بداية الفيديو، لو حسيت ان الفيديو هيبقى طويل وده شيء طبيعي ممكن تقسم الفيديو على 3 مراحل. انا كده هقسمه لك، هيبان عندك قدامك متقسم الدرسين الاول والثاني وبعد كده الدرسين الثالث والرابع وبعد كده الخامس والسادس. نبدأ مع بعض كل ما يخص الدرسين الاول والثاني. Choose the correct answer from A, B, C or D. ده طبعا جزئية خاصة بالفوكابولري الكلمات او المفردات. Number one. All the people usually have white space. يعني الكبار السن عادة بيبقى عندهم ايه حاجة لونها ابيض كده. Hair, glasses, fur, birds. طبعا عندي هنا hair شعر ابيض، طبعا هنا glasses يعني نظارات، عندي fur يعني فرو، عندي birds اللي هو الدببة جمع دب bird. خلي بالك انا مش كل مرة هترجم لك الكلمات، بقى المفروض انت شاطر بقى عارف الكلمات كويس جدا، احنا كبرنا بقينا في اولى اعدادي. Famous people have a lot of space. They encourage them. يعني مشاهير الناس لهم ايه؟ اكيد معجبين بقى بيشجعوهم. Fans, fins, vets, fans. طبعا هنا fans، fans يعني ايه؟ المعجبين. طبعا عندي فاني اللي المروحة، عندي fins اللي هو زعانف السمك، عندي vets اطباء بيطريون. بعد كده سوري فان العربية الفان، سوري هنا أنا قلت فان العربية، العربيات الفان الصغيرة. أما كلمة فان يعني معجب معجبين أو مروحة سيلينج فان يعني مروحة سقف. Number three, my sister likes her hair to be space. It's a very light brown color. يعني أختي بتحب بيعجبها شعرها يكون إيه؟ يعني خفيف كده وبني بقى ولونه ايه؟ لونه بني، ده عايز يقول اشقر يعني blind, blonde, gray, dark. طبعا عندي blonde hair، blonde hair يعني شعره الاشقر. طبعا blind يعني اعمى، gray يعني رمادي، dark يعني داكن. 4. She is wearing a space around her neck. ترتدي ايه حول عنقها، رقبتها، حول رقبتها يعني sock, scarf, dress, t-shirt. طبعا عندي هنا سكارف، سكارف يعني شرب او طرحه يعني. بعد كده نمبر، طبعا مش هترجم لك الباقي الكلمات بقى. 5. محمد صلاح is very famous so he can't have a space a or an life. يعني محمد صلاح مشهور جدا عشان كده صعب ان هو يحيا حياه طبيعيه زينا كده يعني normal, unusual, strange, busy. طبعا هنا عندي ايه؟ he can't have a normal life. 6. A baby bird is very space. It can't fly for many days. يعني الطائر الصغير ده أكيد ضعيف جدا، لا يستطيع أن يطير لأيام كثيرة. Weak, poor, ugly, bad. طبعا هنا إيه؟ weak. weak بمعنى إيه؟ بمعنى ضعيف. مكملين في نفس الصفحة يا مستر. 7. محمد صلاح is an Egyptian space star. He is very famous. محمد صلاح ايه؟
اكيد عندي سبورتس سبورتي سبورتس سبورتس، خلي بالك دي تنطق سبورتس، هنا هو برضو هنا سبورتس يعني رياضي، هنا دي صفة وكمان سبورتس بمعنى رياضات. بعد كده نمبر 8، the queen of England is very space she has got many houses، يعني ملكة انجلترا ايه عندها بيوت كتير بقى ومنازل كثيرة. poor ugly strong rich، طبعا هنا ايه is very rich، rich يعني ايه غنية. بعد كده نيجي كل ما يخص تدريبات كتابي المعاصر، طبعا في الفيديو ده برضو هنشرح اجزاء الجرامر، يعني هنشرح اجزاء الجرامر مش كله حل حل حل، لا في اجزاء الجرامر هشرحها ان شاء الله. يعني نمبر 9، people around the world have different space they don't look like each other، يعني الناس حول العالم فيهم ايه، عند عايز اقول لك فيهم سمات وصفات مختلفه ما بيشبهوش بعض. dreams features subjects bowls، طبعا عندي هنا ايه كلمة features يعني السمات. 10، my mother cannot see well، والدتي ما تقدرش تشوف كويس، she needs to wear، محتاجة انها تلبس ايه، jackets dresses glasses jeans، طبعا هنا عندي ايه glasses يعني نظارة. 11، what's your favorite football space Liverpool، خلي بالك هنا طالما ليفربول معروف ان فريق نادي ليفربول يبقى هنا واتس يور فيفورت فوتبول، لانجويج كلر سبجكت تيم، لازم تكون حافظ معاني الكلمات كويس جدا، مش كل مره انا اقعد اترجم لك اقول لك لانجويج يعني لغه، كلر يعني لون، هو سبجكت يعني ماده دراسيه، لا احنا كبرنا على الموضوع ده بقى. نيجي بعد كده نكمل هذه الجزئيه اللي بالصفحه معايا بيج 135 34. طبعا ده ما يخص الديفينيشنز، ديفينيشنز يعني تعريفات. 12، تو سبيس مينز تو وين بوينتس ان ا جيم، ايه اللي معناه انك تكسب نقط في لعبه معينه، انك تحرز اهداف يعني، او يعني عندك بيلد سكور سيل جيف، طبعا عندي هنا ايه سكور. 13، the hair growing over the man's mouth is called، يعني الشعر اللي بينمو فوق الماوث اللي البق الفم يعني الرجل ده بيبقى نسميه ايه فيتشر، ماوس مستاش بيرد، طبعا عندي هنا مستاش، مستاش يعني ايه مستاش يعني شنب، مستاش يعني ايه شنب. عندي بعد كده 14، the hair that grows on a man's cheeks and chin is called، الشعر اللي بينمو فوق او على خدود الرجل والذقن ده بنسميه ايه، عندي براد بيرد بيرد برايد، برايد يعني عروسة يعني زوجة يعني كأنها تبقى زوجة يعني تبقى عروسة، طبعا عندي هنا بيرد يعني ايه ذقن، بيرد يعني ذقن، عندي بيرد يعني طائر، عندي براد يعني خبز. language notes expressions and prepositions، وهي حاجة مهمة جدا دي. What does your brother space like? He has got، خلي بالك الابوستروفي اس هنا اختصار has، هناخدها بالتفصيل بعد شوية. got short curly hair، لما اجي بوصف اخوك يعني مواصفاته ايه شكله ايه، طبعا هنا بستخدم what و do او does وبعد كده الفاعل وبعد كده look like، look like بتبقى مع بعض يعني. make take look or give، طبعا هنا عندي ايه look. بعد كده 16، محمد صلاح is quite short space a footballer، يعني يقول لك محمد صلاح يعني الى حد ما قصير لكونه لاعب، انه يكون لاعب كرة قدم، طبعا بنستخدم ايه حرف جر ايه 4. بعد كده ننتقل الى جزئية الجرامر ودي مهمة جدا وسهلة جدا مش هتاخد مننا وقت ان شاء الله. عندنا have or has got، يمتلك لديه عنده، لما اقول لك I have got a car I have got short hair، have او have got، have تساوي have got و has تساوي has got، ما الا ان انا بزود دي got، ما الا ان برضو حاجة American و British، يعني الامريكان يقول لك I have a car، الانجليزي يقول لك I have got a car، يعني الاثنين صح، عايز تقول have بس طبعا، بس خلي بالك لو جت جت عشان تبقى got والتصويبات طبعا هتبقى مهمة جدا. عندي هنا اذا كان الفاعل I we you they او اسم جمع يبقى have got، وتختصر ال have الى apostrophe v apostrophe e وبعدين got، اذا كانت هي او she او it تبقى has got وتختصر ال has الى apostrophe s، خلي بالك لان ال apostrophe s ممكن تبقى اختصار is عادي مفيش مشكلة يعني، بس على حسب
لو هنا got يبقى قبلها has. إذا في حالة النفي بقى has got تبقى has not got و have not تبقى have got تبقى have not got و has got تبقى has not got، ودي جزئية سهلة. إذا كانت في السؤال وصيغة الاستفهام اللي هو yes or no question، ما إلا إنك بتقول has أو have وبعد كده الفاعل ثم got. يعني ممكن تقول has he got a car، خلي بالك أنت سألت بhas يبقى تجاوب has. Has he got a car؟ Yes he has or no he hasn't لو منفية. Have you got glasses؟ Yes I have no I haven't. على حسب، يبقى has أو have وبعد كده got، خلي بالك بس بينحصر بينهم اللي هو ايه الفاعل. خلي بالك هناك افعال اخرى تعطي معنى الملكيه. عندي have او have got بتساوي own بتساوي possess. possess يعني يمتلك. لما اقول لك he owns a car، he possesses a car، he has a car، كل ده بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. نيجي الجزئيه برضو سهله جدا علشان لما نيجي نحل. عندي can and can't. can يعني يستطيع ان، النفي بتاعها can't لا يستطيع ان، دي بتبقى to express ability and inability. ability حبيبي يعني المقدرة، يعني القدرة ان انا افعل شيء او عدم المقدرة في فعل شيء اخر. عندي مثلا عندي can. can مبدئيا كده بيجي بعدها فعل في المصدر سواء can or can't. محمد صلاح can score many goals. ايا كان الفاعل هنا هو كان اور كانت يجي بعدها مصدر عشان برضو تعمل حسابك في التدريبات. I can't pick up that box. My arms are weak. ما لا استطيع ان ارفع ذلك الصندوق لاني my arms are weak. دراعاتي ايه ضعيفة. يبقى سواء كان اور كانت يأتي بعدها فعل في المصدر. اذا كنت حبيت تسأل بهل اللي هو السؤال عن المقدرة asking about ability طبعا بتقول كان. طبعا بيبقى في كان وبعد كده الفاعل سواء مفرد او مثنى او جمع ايا كان وبعد كده ايه المصدر. can you climb a tree؟ عندي هنا البي سايلنت. can you climb a tree؟ هل تستطيع ان تتسلق شجره؟ سالتك بكان جاوب بكان. اذا ترد بيس هتقول لي يس اي كان، لو هتجاوب بنو هتقول لي نو اي كان. حتى لو كان في دبليو اتش كويستشنز السؤال بكلمات الاستفهام، قد تكون كلمه الاستفهام وات وير وين واي ايا كان الكويستشن وورد وبعد كده كان وبعد كده السبجكت وبعد كده الانفينيتيف. وات كان يو دو احمد؟ انا بكلم احمد، ماذا تستطيع ان تفعل يا احمد؟ فاحمد بيرد كده اي كان ليفت هيفي ويتس، استطيع ان ارفع اللي هو ايه اثقال ثقيله، اثقال ايه حاجات اوزان ثقيله كده يعني. يبقى اي كان وبعدها الفعل في المصدر. الكلام ده صفحه 136. نيجي الجزئية التانية، مكملين الجزئية دي عشان لما نيجي نحل على طول بقى، ما تقولش ان انا ما شرحتش والقصة اللي انت مش عارفها دي. المهم هناك تعبيرات تركيبات اخرى لتدل على المقدرة، للتعبير عن المقدرة. طبعا احنا كان بتساوي infinitive دي خلاص احنا قلناها. ممكن تبقى am او is او are able to او has have the ability to. يعني ايه؟ انا هشرح لك ببساطة كده. لما انت تيجي تقول I can drive a car، سهلة دي. I can drive a car دي جملة عادية، بس الجزئية التانية هي بس خاصة بالنفي يعني، خليها دلوقتي. ممكن can دي تستبدلها ب am able to تبقى drive a car. يبقى am able to دي زي can، يعني ثلاث كلمات دول بيسووا can. ممكن تقول I have the ability to drive a car. have the ability to لدي المقدرة ان انا اعمل كذا بتسوي can. وبعد كده كل ده يسوي can. ممكن تقول I have the ability of، بس خلي بالك انا قلت to drive هنا، هنا تقول of driving a car. واحد يقول لي يا مستر وقت احنا هنتعب نفسنا والقصه والروايه دي، ما تقول I can drive a car وخلاص. بس خلي بالك قول براحتك، بس لما تيجي able to يبقى لازم تحط قبلها am او is او the ability to تبع have or has. The ability of لو في اختيارات يعني هتضطر have the ability of وبعد كده تيجي الverb plus ng. يعني انت مش بمزاجك قوي يعني، انت قولها بمزاجك لما تيجي تتكلم انت. تقول I have a car، sorry I can drive a car، I can drive a I can ride a bus. يعني مش مشكلة قول براحتك، لكن انت لما تيجي في التشوز بقى تبقى انت ملزم بحاجة معينة. طبعا كل احنا قلناه ده اذا كانت حالة النفي خلاص بقى، يبقى اللي قلناهم بس حالة النفي وجود كلمة not. نيجي نحل الأسئلة. طبعا هو في
في الكتاب هو جايب لك فيها هذا الجزء، نقدم للطالب تدريبات على القناة الرقم مجاب عنها، يعني هو جايب لك 3 أسئلة ومجاوبهم وقلب الكتاب. ايه ده تقلب كده، تم اختيار كذا، يعني ده تدريبات. يعني نبدأ نحل، احنا بقى احنا كبرنا على الموضوع ده بقى خلاص، احنا نحل على طول. choose the correct answer from A, B, C or D. number one, she space got blonde hair. طالما عندي got يختار has or have. عندي has or have ايه، عندي have having has is having. خلي بالك امشي بطريقة الاستبعاد، is having مش هناخدها وشي have مش هناخدها، طبيعي برضو شي having مش هناخدها. مش كل مرة انا اقول لك هنمشي بطريقة الاستبعاد بقى، انت شاطر بقى. يبقى she has got blonde hair. اقلب الكتاب معاك، ايه اللي بالصفحة معايا اهو، انا معايا الكتاب اهو هقلبه زيك. number two, my father has space a smartphone. طبعا خلاص دي بقى has get got gets got getting. طبعا got سهلة دي، الحاجات السهلة احلى على طول. محمد صلاح space score goals a lot of goals. he is very fast. طالما he is very fast والراجل يستطيع ان يحرز كثير من الاهداف، يبقى محمد صلاح can score a lot of goals. four, I space got short curly hair. طبعا عندي got وعندي I، يبقى I apostrophe V-E عشان تبقى I have got short curly hair. طبعا ما تقولش تقول apostrophe L-L or apostrophe S or apostrophe M. five, Amira space got a car. she walks to work. يعني أميرة طبعا عندها عربية ولا ما عندهاش، هي بتروح الشغل ماشية بتتمشى بقى، يبقى أكيد مش عندها عربية بقى خلاص بقى، لأن الشغل إيه قريب مثلا، أو ممكن يكون مش قريب بس بتتمشى. يبقى أميرة has not got a car. she walks to work. six, we space any bikes. خلي بالك الجملة دي منفية لوجود any، ما عندناش أي دراجات، يبقى هنا طالما منفية وعندي وي يبقى مبدئيا هتستبعد has got و hasn't got، يا إما have got يا إما haven't، يا إما have got يا إما haven't got. هنا عشان جملة منفية لوجود any يبقى تقول we haven't got any bikes. خلي بالك وجود any هو اللي بيخليك تختار haven't got. seven, space رحمة and you got the same father. yes we have. خلي بالك أنا أكيد طالما جاوبت ب have يبقى أجاوب أسألك ب have، ورحمة and you دي كأنكم انتوا اتنين، يبقى has does have do، يبقى have رحمة and you got the same father. eight, space has got a new laptop. طالما has يبقى استبعد I with they we، يبقى اختار ايه has على طول طالما has دي. خلي بالك وجود has هي اللي خليني، طبعا ما ينفعش تحط هنا have يعني، لأن have كنا ممكن نقول they have got و I have got و we have got و شغلانة. nine, has he got an umbrella. no he. خلي بالك أنا سألتك بهذا يبقى جاوب بهذا or hasn't، وطالما إجابة منفية يبقى no he hasn't. ten, space they got any pencils. خلي بالك ده سؤال، خلي بالك إيه ده سؤال، خلي بالك إحنا بنستخدم any في السؤال والنفي. طبعا عندي they، طبيعي they دي مش هنختار لها has، يبقى يا إما are و do و have. طبعا عندي got عشان تبقى اختار ايه have. have they got any pencils. بعد كده نحل التمرين الجميل ده بقى، read and complete، read and correct the underlined words. طبعا عندنا جمل كده وحللي على طول كده، اكيد انت هتحلي لي الحاجة قبل ما نحلها. number one, we has got an apple tree in the garden. في حاجة اسمها we has، ده كلام برضو، يبقى we have. two, she have got curly hair. she apostrophe V-E. طبعا apostrophe V-E ما ترجعش انت تكتب لها لي have، لا ال apostrophe V-E هتبقى apostrophe S اللي هي كأنها has يعني. three, has she got glasses. yes she hasn't. طب ازاي منين yes ومنين hasn't، طالما اجابه مثبته يبقى yes she has. four, have سمير زداد got a beard. طبعا خلي بالك سمير زداد ده كانه هي، عمر ما تبقى هي ونختار have، يبقى طبيعي هتبقى ايه has. five, we can gives money to help the poor. خلي بالك the poor هنا يعني الفقراء، لما تحط ذا قبل الصفة تعطي صيغة الجمع، the poor الفقراء، the rich الأغنياء وهكذا.
يبقى وي كان، خلي بالك احنا استرجع الذكريات القديمة اللي هي من 10 دقايق كده، وي كان يجي بعدها فعل في المصدر بقى، وي كان جيف ماني تو هيلب ذا بور. 6 ماي سيستر هاز نوت جيت اي بن، طبعا ما ينفعش هاز نوت جيت، يبقى لازم هاز نوت اور هازنت جوت. 7 they has got pencils. عجبك الجملة دي؟ مش ممكن تعجبك. They have got pencils. 8 he lives in England. هو يعيش في لندن انجلترا، يبقى he can't speak English well. هو الراجل عايش هناك بقى، يبقى he can speak English well. نيجي للتدريبات. خلي بالك احنا لسه ما زلنا في الدرسين الاول والثاني، مش عايزك تستعجل بقى، الفيديو هيبقى طويل ما تقلقش. Listen and choose the correct answer from A, B, C, or D. ده حبيبي بيكون السؤال الأول في الامتحان، بيبقى فيه نص استماع كده بتستمع له من المدرس أو المدرسة، وبناء على نص الاستماع بتجاوب على الأربع أسئلة. أنا أقول لك جزء النص ده، هو طبعا موجود في الكتاب صفحة 341 قدامه هو. أنا أقول لك الجزء listening twice مرتين، وطبعا برضو إيه بناء على النص الاستماع أنت جاوبنا على هذه الأسئلة. دعاء الغباش، she plays volleyball for Egypt. She is very tall. She is 180 centimeters tall. She is strong and fast. She always has a big smile. Again, دعاء الغباش plays volleyball for Egypt. She is very tall. She is 180 centimeters tall. She is strong and fast. She always has a big smile. بناء على الجزء اللي انت سمعته مرتين. Number one, دعاء الغباشي is a volleyball player. Two, she is space centimeters tall. خلي بالك ان هو 180. Three, دعاء always has a big smile. Smell, climb, life, smile. 4 دعاء is strong and fast, short and fast, short and slow, strong and slow. عندي هنا strong and a and fast. نيجي لحبيبنا السؤال الثاني بقى، خلي بالك ده بيكون السؤال الثاني برضه في الامتحان، بيكون عليه 5 درجات. طبعا انا اديك نصيحه بقى، كل مره زهقت مني في القصص دي اقول لك في وي هاف 10 اكسشينجز، عندنا 10 تبادلات، وي هاف 5 جابس اور ديليشنز، 5 فراغات. خلي بالك تقرا المحادثه كامله بدون حل علشان تقدر تخمن، تعرف مين بيكلم مين، بيتكلموا عن ايه، بيتكلموا بخصوص ايه، الزمن اللي بيتكلموا فيه. خلي بالك قد يكون مطلوب منك كلمه او اكثر، وقد يطلب منك جمله. شوف انت دلوقتي هنا، كريم اسكس ياسر اباوت هيز فيفورت سبورت ستار، يعني كريم بيسال ياسر عن نجمه الرياضي المفضل. خلي بالك الى حد ما انا حل معاك يعني ايه بسرعه الى حد ما عشان الفيديو، لكن انت لو بصيت على حرف الاي هتلاقي فيه رابط او فيديو، ازاي فيديو بس خاص بحل الدايلوج، يعني فيديو بس كده ازاي تتعامل مع هذا ايه نوعيه السؤال الاسئله دي. كريم، Who is your favorite sports star؟ خلي بالك تعطى الجملة الأولى كاملة اللي هي كريم Who is your favorite sports star؟ فياسر بيقول له محمد صلاح. He plays Space Egypt. خلي بالك أنا عايز حرف جر هنا، بيلعب لصالح مصر زي ما قلنا مع دعاء الغباشي بعد شوية، من شوية plays for Egypt، يلعب لصالح مصر، ما تقوليش إن هنا. بعد كده كريم هيسأله سؤال Sport does محمد صلاح play؟ فهيقول له معرفش بيلعب ايه، مش عارف محمد صلاح بيلعب ايه. وبعد كده بيقول له كريم how does he help people. He space money to build schools and hospitals in Egypt. خلي بالك احنا محمد صلاح بيلعب ايه هنا، خلي بالك هنا طبيعي هتقول ايه which، خلي بالك هنا لازم اسال which اللعبه اللي بيلعبها محمد صلاح. طبعا هنا ياسر لازم يرد ويقول ايه ويقول لي football. بعد كده how does he help people، بيديهم ايه، خلي بالك ايه الفعل اللي يناسب ايه. He space money to build schools and hospitals in Egypt. He gives، خلي بالك ما تنساش الاس وحياتك. He gives money to build schools and hospitals in Egypt. بعد كده كريم does he، هل يحيا حياة طبيعية زينا كده، does he
لدي حياة طبيعية، يبقى does he have a normal life؟ خلي بالك ما تقولش has لأن ده سؤال، هنا does يعني هل وبعد كده الفعل ثم فعل في المصدر. has مصدرها have، و have مصدرها have، و had مصدرها have برضو. بعد كده no he doesn't، بعد كده why، هنا because he is famous and has a lot of fans. بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, I space got glasses but my sister has got glasses. طب طالما هنا في but ولكن، يعني عايز يقول لك انا مش لابس نظارة بس اختي معاها نظارة، يبقى have not, have, has or has not. طبعا مفيش حاجة اسمها I has not. طبعا هتقول هنا I haven't، خلي بالك مش I have، هنا هو but وفيه دي ايه النفي، يبقى but يعني تعكس الجملة اللي قبلها. Number two, how tall are you؟ طولك قد ايه؟ I am 160. طولك كم ايه؟ 160 ايه؟ اوعى تقول لي 160 متر، لا طولك طول بالسنتي، 160 متر يعني متر و60 سنتي، يبقى 160 سنتيمتر. طبعا كيلومترز meters or كيلوغرامز، طبعا يعني الجمله دي سهله يعني. بعد كده اقلب معايا الصفحه لبيج 143. He plays football for a famous، اهو خلي بالك احنا جات لنا فور اهي تاني. He plays، هتجينا التالت بعد شوية. He plays football for a famous space in Africa، بيلعب كرة قدم يعني في فريق لمشهور، فريق مشهور في افريقيا. Fan team member or score، طبعا عندي هنا ايه team. Four، space is the opposite of fast، ايه الكلمة اللي عكس fast؟ هتيجي تقول لي fast يعني ايه؟ اقول لك fast يعني سريع، يبقى عكسها ايه؟ بطيء. ايه اللي بطيء في ده كله؟ low, slow, quick, lucky، طبعا عندي هنا slow، مش هقول لك بقى يعني slow يعني منخفض و quick يعني سريع، خلي بالك quick زي fast اصلا. lucky يعني محظوظ. space، number five، a space is hair that grows above a man's top lip، يعني الشعر اللي بينمو فوق اللي هو الشفة العليا للرجل، يعني عندي بلوند بيرد تشيك، عندي مستاش، طبعا عندي هنا مستاش يعني شنب. عندي نمبر 6، this man's photo is in all the papers، صورة الراجل ده في كل الجرايد، اكيد ده مشهور. he is very space unknown famous free lazy، طبعا عندي هنا famous بتسوي النون يعني مشهور، unknown غير معروف، free يعني حر او طليق، lazy يعني متكاسل او كسول يعني. 7، he always has a big space on his face، خلي بالك احنا قلنا اللي بالنسبه لدعاء الغباشي يعني ليه في ابتسامه عريضه، ابتسامه كبيره على وجهه. sight smell smile sight، عندي هنا smile يعني ابتسامه. 8، camels are very strong، الجمال قويه جدا، they space carry 200 كيلوز اوف ماجز، طالما الجمال يعني قويه جدا يبقى تستطيع ان تحمل 200 كيلوغرام اوف باجز. كان كانت شودنت ماست نوت، طبعا هنا ايه كان. 9، فرانس جيرماني اند ايطالي ار كونتريز، ان فرنسا والمانيا وايطاليا دي دول في قاره ايه؟ خلي بالك اوعى تكون خايف في الدراسات، لا لازم تبقى شاطر. يوروب افريكا ايجيا اور اسيا استراليا، طبعا هنا عندي يوروب اللي هي قاره اوروبا. 10، has Selma got a pen، خلي بالك انا سالتك بهاز يبقى تجاوب بهاز اور هازنت، بس عشان الجمله منفيه يبقى نو شي هازنت. نكمل هذه الجزئيه من التدريبات. في نفس الصفحه عندي السؤال الرابع، read and correct the underlined words، عندي اربع جمل، طبعا بيجي لك في الامتحان اخر سنه اربع جمل، طبعا دي خص الجرامر. عندي number one، he is able to running fast، able to مصدر، able to مصدر يبقى is able to run. خلي بالك واحد يجي يسأل لي مستر وجدي he is able to run fast تسوي ايه؟ اقول له he can run، he can run. Number two، do you play the drums؟ yes I can، ما هو جاوبك بيس I can يبقى اكيد سألك بكان. 3، رودينا اند محمد هاز جوت اي كاميرا، هما الاثنين يعني زي ما ينفعش اقول هاز او هاف. 4،
have she got chips for dinner؟ خلي بالك يعني كنت احلها على طول انا. طبعا شي ما ينفعش نقول هاف، لازم نقول ايه هاز شي. هاز شي جوت chips for dinner. بعد كده السؤال الخامس، write a paragraph of about 80 words on your favorite sports star. بس برضو بص على حرف الاي، هيبقى في فيديو خاص بازاي تتعامل مع نوعية هذه الاسئلة. نيجي نحل التدريبات الخاصة بالدرسين الثالث والرابع، طبعا بداية من صفحة or page 147. طبعا ده ما يخص الدرسين الثالث والرابع، يعني دلوقتي حوالي 30 دقيقة ونص ماشي، و ان شاء الله نص ساعة تاني نص ساعة تالت، يعني ساعة ونص بالكتير قوي هذا الفيديو. And choose the correct answer from A, B, C or D. Key vocabulary 1. He was wearing a space hat. Everyone was looking at him. كان لابس ايه بقى؟ طاقية ايه مالها بقى؟ كل الناس بيبص عليه. يبقى اكيد حاجه كده غريبه. عندي clear, scared, strange, normal. طبعا عندي هنا strange. strange يعني حاجه غريبه، clear يعني واضح، scared يعني مرعوب او خايف، مفزوع، normal يعني عادي. 2. the word space has the same، لما اقول لك space يعني فراغ، او ممكن اقول لك the word has the same meaning of frightening. او space هي هي، مش بفضل دي، لا بقول سبيس. الكلمة ايه اللي ليها نفس المعنى frightening؟ خلي بالك frightening يعني مرعب مخيف، عند scared scary frightening or afraid. طبعا هنا scare scare يعني مخيف او مرعب. خلي بالك frightened هنا frightened scared يعني مرعوب او خايف، انا scared، لكن الحاجة هي scaring او frightening او frightened. طبعا للشخص طبعا هتاخد الدرس ده بالتفصيل قوي، الاي دي والاي ان جي في ثالثه اعدادي ان شاء الله. افريد يعني خايف. بعد كده هنا 3. our teacher gets space when he we don't do our homework. يعني المدرس بتاعنا اكيد بيغضب لما بنعملش الواجب بتاعنا. happy angry frightened cold. طبعا هنا angry gets angry يعني يغضب. get لما يجي بعدها صفة تبقى فعل، ازاي؟ get angry يعني يغضب، get annoyed يعني يزعج، وهكذا. get thirsty يعني يعطش. 4. he likes space with the water colors. يعني هو بيحب ايه؟ خلي بالك دي طبعا بيجي بعدها ing، يعني ناخد like و likes بعد شوية بالتفصيل. he likes doing he likes doing learning reading or painting with water colors. water colors اللي هو ايه؟ الوان ميه. طبعا هنا ايه؟ he likes painting. 5. I read or I read. طبعا اعتقد دي ماضي هنا. I read Alice's Space in Wonderland which is a wonderful children's story. يعني انا قرات او اقرا قصه اليس في بلاد العجائب، طبعا اللي هي دي قصه اطفال رائعه. history sports adventures or comedy. طبعا دي adventures. 6. A space is a person in a book or a film. الشخصية موجودة في كتاب أو فيلم بنقول عليها character. خلي بالك character يعني شخصية، شخصية في كتاب يعني. عندي character, driver, doctor, farmer. طبعا عندي هنا إيه character. 7. I like adventure stories. They are، أنا بحب قصص المغامرات. They are إيه؟ frightening, terrible, boring, exciting. طبعا هنا exciting يعني إيه؟ يعني مذهلة أو رائعة. خلي بالك لما تلاقي ثلاث صفات كده قريبين قوي في المعنى تعرف ان هم غلط، وخاصة ان هو بيقول لك هنا I like، انا عجباني الحاجة دي. ما انت لو عجبك الحاجة مش هتقول boring، لو عجبك مش هتقول terrible، لو عجبك مش هتقول frightening. يعني خليك برضو لمح وانت بتحل كده. 8. I love learning about how things work. So I love، انا بحب التعلم عن الاشياء اللي كيف تعمل الاشياء دي. مادتي بقى history, Arabic, science or English. طبعا عندي هنا ايه الساينس اللي هي ايه العلوم. اقلب معايا الصفحه ونكمل، انا بقلب الصفحه معاك اهو. 9. عادل امام is the space character in the new film. عادل امام عايز اقول لك الشخصيه الرئيسيه في الفيلم جديد. مين مين ماين مان. طبعا عندي هنا مين يعني بيسك يعني رئيسي او اساسي، مين يعني يعني يقصد او يعني ماين دي طبعا
الضمير بالكية عن من يعني رجل أو إنسان يعني. 10 brave is the opposite of brave. عكس إيه؟ أولا brave يعني شجاع، عكسها جبان رعديد. famous cowardly crazy late. طبعا هنا إيه cowardly. 11 a woman who rules a country is called a سيدة اللي تحكم البلد بنقول عليها ملكة يعني. hero manager king queen. طبعا عندي queen يعني ايه يعني ملكة. 12 aspace is a website on which someone writes regularly. it's like an online diary. حاجة كده على الانترنت يعني بتكتب انت بانتظام فيها اللي بنقول عليه مدونة يعني. diary newspaper book blog. طبعا هنا blog ما تلخبطش بين blog، خلي بالك هنا diary هنا غير diary. هنا diary منتجات قلبية زي بنقول diary products يعني newspaper جريدة book يعني كتاب. 13 space means to be good at learning things. ايه الصفة اللي في دول انه وقتعني انك انت جيد في تعلم الاشياء بقى كده انت شاطر بقى. brave clever scary angry. طبعا clever هنا يعني شاطر او ماهر يعني. brave يعني شجاع scary يعني مخيف او مرعب angry يعني غضبان. 14 طبعا الحاجات دي اللي مكتوبه language notes expressions and prepositions طبعا دي الاجزاء دي اللي خاصه بيه اللي هي الملاحظات اللغويه والتعبيرات وحروف جر. طبعا هي موجوده قوي قوي في الحاجات دي صفحه مثلا 143 144 على اعتبار انك انت برضو ترجع لها. عايز اقول لك قبل ما تبدا حل معايا الحاجه دي اعمل بوز وحل او انت اوريدي حالل وتتاكد من الاجابات. 14 good teachers always space good decisions. يعني المدرسون الجيدون دايما ايه اكيد يتخذون قرارات جيده. طبعا هنا decision بتاخد ميك، عندي هنا شاب وميك ودو واردر. تو ميك جود ديسيجنز يتخذ قرارات جيده. 15 شي لايك سبيس ارت doing making giving having. طبعا هنا she likes doing art يعني تحب او القيام بعمليه ايه الرسم. do art ارجع لجزئيه الاكسبريشنز والبريبوزيشنز مهم جدا. 16 how often do you go to the library. خلي بالك how often يعني كم عدد المرات اللي بتروح فيها المكتبه. space a week يعني مره اثنين ثلاثه بس خلي بالك هنا two second twice one. هنا بختار twice. ليه twice؟ twice بتساوي two times. عندي once يعني مرة واحدة وهي مش موجودة برضو خلي بالك لان لو once موجودة كنا ممكن نختارها عادي. هنا twice مرتين، هنا second ثاني و two يعني اللي هو رقم ايه رقم اتنين. نيجي بعد كده لحاجة مهمة جدا هشرحها لك انا هو دلوقتي جزئية language صفحة 149 بسيطة جدا وسهلة. عندنا حبايبي بعض الافعال اللي بيجي بعدها يا اما verb plus ng يا اما noun. زي ايه مثلا اعتبر او خد على سبيل المثال للحصر كلمة like. انا لما اقول لك مثلا I like English I like English يبقى English دي ايه noun. I like English you like history he likes French وهكذا. يبقى like هنا بيجي بعدها اسم او verb plus ng زي ايه I like playing tennis. ما هو like يجي بعدها gerund gerund اللي هو verb plus ng. I like playing tennis انت you like reading short stories وهكذا. قس على ذلك نفس الكلام ينطبق على ايه اللي بينطبق على like ينطبق على love enjoy prefer. نفيهم بقى don't like لو كانت منفية don't like or doesn't like يعني or hate or dislike. يجي بعدهم زي ما اتفقنا noun او verb plus ng. هو طبعا جايب لك امثلة هنا عندك I like swimming they don't like watching سلمى likes math. خلي بالك math هنا noun math هنا ايه noun. هنا like يجي بعدها ng. هنا she loves learning about the past loves يجي بعدها verb plus ing. she doesn't like painting وهكذا. طبعا الجزئية دي سهلة. لما تيجي تستفهم بقى بسؤال بفعل مساعد بتستخدم ايه الافعال اللي سبقت دي بدو او does. طبعا انا بختار دو او does على حسب الفاعل على حسب الفعل اللي جاي ورايا يعني اللي ورا الدو يعني يعني اللي هو دو مثلا دو اي دو وي دو يو دو ذي داز داز هي داز شي داز ات
يبقى مبدئيا ما خلاص مش احنا مش مختلفين على الدو والداز دي. بعد كده هنا الفاعل، وبعد كده سواء لايك لاف انجوي بريفير ايا كان الافعال اللي احنا قلنا عليها. Do you like playing tennis؟ يبقى انا منها ضربت كذا عصفور بحجر، انا قلت do عشان you ولايك يجي بعدها جراند اهو تنس، وفي نفس الوقت سالت ب يس اي دو نو اي دو، ما سالت بدو اجاوب يس اي دو اور نو اي 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 دونت. بعد كده اذا كانت داز بقى داز هي اور داز شي لايك، خلي بالك في السؤال بنتعامل مع المصدر، ما تقولش داز شي لايكس، لا داز شي لايك داز هي لايك بلاينج تنس. طبعا سالت بداز هتجاوبني بيس شي داز اور نو شي اي شي دازنت. نكمل هذه الجزئيه، خلي بالك الجزئيه اللي جايه دي مهمه جدا، خلي بالك انا بقول لك ليه مهمه جدا، انا برضو بشرحها لك تاني يعني في الخطه ما كنتش هشرح اصلا، بس قلنا ايه لازم نشرح برضو عشان واحنا بنحل كده ما تحسش انك انت تايه. يعني عندي بعض الصفات تتبع حرف جر ثم الفيرب بلس ان جي او ناون، زي ايه؟ حاجه سهله جدا، عندي جود ات انترستد ان باد ات، عندي جود ات لما انت تيجي تقول لي مثلا احمد از جود ات انجلش، جود ات ان هو جه بعدها ناون، يعني انا مثلا انت كويس في الانجليزي مثلا اقول لك يو ار جود ات انجلش، انت كويس في الساينس بس اقول لك يو ار جود ات ساينس، يبقى جود ات جه بعدها ناون. ممكن اجي اقول لك ايه مثلا او فيرب بلس ان جي، انت كويس في لعب الكوره مثلا يو ار جود ات بلاينج فوتبول. عندي هنا انترستد ان، انترستد ان يعني مهتم به، يجي بعدها جيراند خلي بالك اللي هو الفيرب بلس ان جي او ناون، خلي بالك برضه اقول لك هدى از انترستد ان ريدنج ادفنتشر ستوريز، ممكن اقول لك ايه هدى از انترستد ان ريدنج ادفنتشر ستوريز، وممكن اقول لك هدى از انترستد ان ستوريز برضه عادي يعني مهتميه قوي بالادفنتشر ستوريز، ممكن اقول لك ريدنج ممكن ما اقولهاش. خلي بالك لاحظ الملحوظه اللي جايه دي بقى مهمه جدا، ان الافعال لايك ولاف وبريفير خلي بالك اذا سبقها ابوستروفي دي او وود فيتبعها الفعل تو زائد المصدر، يعني بمعنى ايه عشان برضو ما تتوهش مني، she would like to drive a small car، هي تود ان تقود سياره، خلي بالك نفس اللي يسير على would like تمشي مع would love would or would prefer، يعني كل اللي هيمشي مع like هيمشي مع love و prefer، يعني تقول I'd like I'd love I would prefer، بس خلي بالك لو موجودة apostrophe D اللي هي would بيجي بعدها to زائد الفعل في المصدر عشان لما نيجي نحل ما تقعدش تقول لي انا ما قلتش. عندنا الاكسرسايز بقى نحل، ادي اول واحدة likes يعني سهلة دي، دينا لايكس سبيس فيري ماتش، طالما لايكس يجي بعدها الفيرب بلس ان جي خلاص بقى، يبقى وانت مغمض كده يبقى دينا لايكس بينتينج، اوعى تقول لي تو بينتينج، اوعى تقول لي بينتد اور اوعى تقول لي بينت، لا ازعل منك. تو نوها سبيس لايك سويمينج، يبقى اكيد جمله دي منفيه وخلي بالك ده مصدر، يبقى نوها دي انفيها بايه؟ هتنفيها بدزنت، يبقى دزنت ايه لايك. نمبر 3 I don't like space، انا ما بحبش كذا، يبقى يا اما noun يا اما verb plus ing، هنا ما اصلا ما قدامكش nouns خالص، هنا موجوده flying انا لا احب الطيران، like يبقى I don't like flying، طبعا مش تبقى مصدر or ماضي or تصريف ثالث. 4 space she like watching tv، yes she does، طالما انت جاوبتني ب yes she does يبقى اكيد سالت ب does، يبقى does she like watching tv؟ Yes she does، ولو كانت no هيبقى no she doesn't. 5 I don't like space computer games، خلي بالك سهلة دي، I don't like لما كنا بنقول I like يجي بعدها verb plus ing أو حتى لو منفية مفيش مشكلة، يبقى I don't like playing computer games. 6 she doesn't space staying up late، يعني ما بتحبش تسهر، يعني she doesn't طبعا doesn't يجي بعدها like مش likes or liked or to like، يبقى she doesn't يجي بعدها فعل في المصدر يبقى she doesn't like. 7 she prefers math، خلي بالك prefers يجي بعدها noun يا اما verb plus ing، هنا الجمله ممكن اقول لك she prefers math هبقى تفضل الرياضيات، بس انا عايز اجيب فعل فعل، بس الفعل هنا علشان تجيبه يبقى لازم يبقى verb plus ing، يبقى she prefers doing math. 8 هدى doesn't enjoy space action films، طالما هنا doesn't enjoy يجي بعدها الverb plus ng يبقى لا تستمتع بمشاهدة أفلام الأكشن، يبقى هنا doesn't enjoy watching، هي كانت مثلا لو هي مثبتة هدى enjoys watching، ولو نفتها she doesn't enjoy
واتشينج برضو نفس الكلام، عندي 9. شي وود لايك، خلي بالك بقى اقف شويه اوعى تغلط هنا، شي وود لايك سبيس كمبيوتر جيمز. طالما شي وود لايك يبقى شي وود لايك تو بلاي كمبيوتر جيمز. امتى تبقى بلاينج يا مستر وجدي؟ لما اقول لك they like playing computer games. لكن وجود apostrophe دي اللي هي would يبقى would like to. خلي بالك اوعى تغلط، انا بكرر لك اهو. كابتن باسم is good at space guns. يعني يعني كابتن باسم كويس في كويس ايه؟ في استخدام المسدسات يعني. طبعا good at يجي بعدها verb plus ing او noun. ممكن اقول لك ايه؟ يبقى كابتن باسم is good at، يبقى هنا ايه؟ using guns. مستمرين في نفس الصفحة، عندي read and collect the underlined words. اعتقد الامور بقت سهلة جدا دلوقتي. Number one, she enjoys listen to her grandpa stories. طبعا she enjoys يجي بعدها الفعل ing على طول، يبقى she enjoys listening. مش هترجم لك بقى ولا حلق، خلاص انت انا متأكد انك انت حلهم كلهم صح. I am interested about art. خلي بالك اتفقنا interested يجي بعدها حرف جر ان، يبقى مهتم به، شغوف به. I am interested in بتساوي keen on بتساوي fond of. Number three, does she like play chess؟ هل تحب اللعب الشطرنج؟ يبقى ان does she like playing chess. Four, does your father like travel؟ هل والدك يحب السفر؟ طبيعي هنا ترافل هتبقى ترافلنج. انا بحل ليه على طول دي؟ لاني انا شايف ان الدنيا سهله كويسه ان شاء الله. 5. عماد لايكس واتش فوتبول ماتشز اون تي في. طبعا لايك اور لايكس عندي فعل بس مش مضاف له ان جي، احط له انا ان جي، يبقى عماد لايكس واتشينج فوتبول ماتشز اون تي في. 6. وات يو بريفير. خلي بالك رايد، هتيجي تقول لي بريفير رايدنج، اقول لك لا، اقول لك اوعى تغلط الغلطه دي. لوجود would لازم تبقى to ride. To ride. Would you prefer to ride bikes؟ امتى بقى يا مستر وجدي تبقى riding؟ لو do. Do you prefer riding bikes؟ 7. بليغ is interested in listens to music. مش جاي على سنة أول interested in listening على طول. Interested in يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي. وخلي بالك هنا ممكن اقول لك بليغ از انترستد ان ميوزك، يعني لو ما فيش ليسننج يعني، بس لسه بس عشان وجود تو يعني هنا. 8. اي هيت واك ان ذا سان ان سمر. انا بكره المشي يعني في الشمس في الصيف يعني. اي هيت واكينج ان ذا سان ان سمر. نيجي في السؤال الجميل قوي. complete the following dialogue اللي هو ما يخص درسينا الثالث والرابع. عندي هنا احمد is asking علاء about her favorite sport. احمد بيسال علاء. خلي بالك علاء او الاء تتكتب A-L-A-A نفس الكلام، لكن مبدئيا هنقول ان ده علاء علشان اتنين اولاد بيتكلموا مع بعض. تعطى الجمله الاولى كامله، خلاص احنا اتفقنا على القصه دي. احمد what's your favorite sport. خلي بالك علاء هيرد معرفش ازاي، فبيقول له احمد why are you good at it. طب انت ليه كويس في اللعبه دي؟ احنا معرفناش اصلا هو لعبه ايه. فعلاء هيرد عليه بيقول له كذا، وبعد كده احمد هيساله سؤال اللي انا مش عارف ايه هو. خلي بالك احنا لسه محلناش. علاء هيقول له I play basketball in the club. اوبا من عند باسكتبول هنا اهو نبدا نحل بقى. خلي بالك انا ممكن اقرا لك كلها واخلصها. لا يعني هنا ممكن طالما I play basketball in the club يبقى ارجع بقى على قال لك basketball is my favorite sport. وبعد كده لما احمد ساله why are you good at it طبعا يقول له because I'm tall and strong. خلي بالك انت لعبه الباسكتبول ده عشان تبقى قوي وكمان وطويل. بعد كده احمد خلي بالك I play basketball in the club اكيد ساله اين. طالما اين يعني وير، والسؤال في المضارع البسيط يبقى وير دو. خلي بالك وير دو بيكلم هو يبقى وير دو يو، وخلاص بقى وير دو يو بلاي ات. ات اللي هي الباسكتبول. قال له I play basketball in the club. احمد يساله سؤال، علاء يرد عليه I play basketball twice a week. كلمة twice a week دي أو twice تحديدا تخليك تختار أو تسأل بـ how often. How often أو how many times الاتنين صح. How often do you play it؟
طبعا السؤال في البريزنت سيمبل واحنا خدناه في الوحده الاولى كامله يعني. علاء بيقول له I play basketball twice a week. بعد كده احمد can I play with you or can I play with you. طبعا مش هيمنع خالص، اتفضل يا حبيبي العب مع بعض. اه yes of course or sure، فيش مشكله خالص. نيجي بعد كده للسؤال الجميل ده، read the following then answer the questions. خلي بالك النوعيه دي من الاسئله بتبقى عايزه مش مجهود قوي، بس يعني تقراها بتأنن كامل ومش تجر على الاسئله وتحل، لا يعني اقرا كده القطعه وبعدين تحل، مش تجر على الاسئله وتدور على الحلول لا. Alice's Adventures in Wonderland is a famous children's story. يقول لك قصه أليس، مغامرات أليس دي في بلاد العجائب دي قصه اطفال مشهوره. Alice had a lot of adventures in Wonderland. أليس كان لديها كثير من المغامرات في Wonderland. She met a lot of interesting characters. قابلت كثيرا من الشخصيات الشيقة. طبعا خلصنا الجزئية دي في كتاب جيم، اللي متابع من كتاب جيم في الوحدة الثالثة خلصناها. Wonderland was a strange but interesting place for Alice. يعني Wonderland كانت غريبة ولكن شيقة بالنسبة لآليس. Alice was a sensible، يعني شخصية عقلانية كده، brave شجاعة and clever girl، وبنت شاطرة كده ماهرة. she، خلي بالك طالما قال لك she ومكتوبة بالبولد وتحتها خط يبقى كده يسألك يقول لك she دي refers to مين؟ أكيد to Alice، عشان كده أنا بحلل لك سؤال. she met the white rabbit that was always late but ran fast. يعني اتعرفت وقابلت الأرنب الأبيض اللي كان دايما متأخر وبس بيجري بسرعة. the Cheshire cat was a funny animal which helped Alice to find different places and characters. وكمان تشيرشر كات حيوان ممتع لطيف، ساعد أليس لإيجاد أماكن مختلفة وشخصيات. The Queen of Hearts، ملكة القلوب، was a scary person and she shouted at people but Alice was not frightened of her. يعني ملكة القلوب كانت شخصية مخيفة ومرعبة وكانت دايما تصيح، قلبك تصيح. شاوتد هنا بتكلم بصوت عالي at people but Alice، ولكن أليس ما كانتش خايفة منها. at the end، في النهاية at the end of the story، في نهاية القصة all the characters، كل الشخصيات helped Alice so she could go home again. ساعدت الشخصيات، كل الشخصيات ساعدت أليس عشان كده انها ترجع موطنها او منزلها سالمة. اجين مرة اخرى هنا الاسئلة بيقول لك ايه، answer the following questions، اجب عن الاسئلة التالية. هنا السؤال الاولاني what does this passage talk about، القصة دي او الفقرة دي تتكلم عن ايه. هو انت ممكن اصلا تاخد من فوق خالص اول سطر، ممكن تقول Alice's Adventures in Wonderland. خليك ذكي كده ولمح وانت بتحل، حط عنوان بيتكلم عن ايه، عن مغامرات أليس في Wonderland. نمبر 2، How did the Cheshire Cat help Alice، كيف ساعد القط Cheshire Cat ساعد أليس. طبعا برضو دي موجودة فوق، هتقول to or it helped her to find different places and characters. خلي بالك دي موجودة في السطر اللي الرابع من تحت، اللي هي موجودة هنا، هو to find different places كم ده كله. Number 3، why do you think Alice was brave؟ ليه بتعتقد ان أليس كانت شجاعة؟ طالما كانت شجاعة لانها ما كانتش خايفة من ملكة القلوب. why do you think Alice was brave؟ يبقى تقول الإجابة because she، اللي هي أليس يعني، was not afraid of the Queen of Hearts. نبدأ نكمل هذه الجزئية، لسه مخلصناش الجزئية الخاصة بالقطعة يعني. the underlined word shouted، كلمة shouted يعني صاحت وتكلمت بصوت عالي، means slowly happily calmly or loudly. طبعا هنا loudly بصوت عالي، calmly بهدوء، or happily بسعادة، slowly يعني ببطء. نيجي بعد كده the underlined pronoun she، الضمير she اللي محطوط تحت خط ده اللي هو refers to the queen of hearts Alice the Cheshire cat or the white rabbit. طبعا هنا عندي ايه، أليس. نيجي بعد كده choose the correct answer from A B C or D. number 1، they love space about science، love or like enjoy. يجي بعدها فعل مضاف له ing، عندي هنا learning، تحب تعشق التعلم او تعلم عن على العلوم. number 2، do you live in Cairo؟ سألتك بدو جاوب بدو بقى. do you live in Cairo؟ yes I do.
لو انت قلت نو يبقى نو اي دونت. 3 A space person makes good decisions. شخص الايه العقلاني هو اللي بيتخذ قرارات حكيمة. Lazy, foolish, sensible, funny. طبعا عندي هنا ايه sensible. 4 When أحمد is angry لما أحمد يكون غضبان he space at people بيزعق في الناس أكيد. Smiles, shouts, goes, runs. طبعا هنا ايه shouts. 5 Does توقع space playing tennis. خلي بالك هنا هو السؤال بهل هل توقع تحب خلي بالك يبقى does وبعد كده الفعل ثم like خلي بالك هنا هو play tennis playing tennis بعد كده خلي بالك هنا number 6 I'm always space of dogs أنا دايما خايف ومرعوب من الكلاب الكلاب هي اللي مرعبة خلي بالك frightening frightened terrifying frightened طبعا هنا ايه I am always frightened أنا frightened هي الدوجز هي اللي terrifying الدوجز هي اللي frightening خلي بالك number 7 Yunus doesn't like watching TV because he thinks it's space يونس ما بيحبش مشاهدة التلفزيون لأن بيعتقد ان ده ايه يعني هو شايف ان الحاجة دي مملة يعني مثلا interesting, boring, beautiful or exciting طالما هنا exciting و beautiful و interesting دول صفات متقاربة يبقى طبيعي هنا ايه boring لأنه أصلا ما بيحبش يتفرج على ايه على التلفاز أو تلفزيون 8 I don't like space because I'm not good at painting. أنا ما بحبش إيه بقى لأن أنا مش كويس في الرسم والتلوين والحاجات دي يبقى أكيد I don't like إيه art مش history, science or math. 9 Space teaches us many things about the past. إيه المادة اللي بتعلم المادة اللي في دول بتعلمنا عن أشياء كثيرة عن الماضي طالما ماضي يبقى تاريخ. Geography, math, algebra, history. طبعا هنا إيه عندنا history. Number 10 You can write some information in your space post يعني تقدر تكتب بعض المعلومات في ايه book post office post blog post notebook post طبعا عندي هنا blog post اللي هو ايه المدونة بعد كده read السؤال الرابع read and correct the underlined words Number 1 How often do he play basketball خلي بالك هو مش ماشي يعني do he ازاي يعني how often does he play football سؤال في ال how often يبقى do او does خلي بالك انا قلت does عشان he number 2 are you interested in read adventure stories خلي بالك interested in يجي بعدها الفعل مضاف ing يبقى طبيعي تكتب reading بعد كده number 3 I am not very good at draw خلي بالك good at يجي بعدها noun او verb plus ing يبقى هنا I'm not very good at drawing Number 4 اوعى تغلط في دي He would like going to the park خلي بالك اوعى تقول لي go هنا يبقى لازم تقول لي he would like to go to the park apostrophe دي like اللي would like يجي بعدها to زائد الفعل فين في المصدر بعد كده write a paragraph of about 80 words on طبعا مجاب عنده في نهاية الكتاب وبرضو عندك A Famous Children's Story وعلى القناة برضو في أكثر من فيديوهات خاصة بـ How to Write a Paragraph بعد مرور حوالي ساعة إلا خلصنا الدرسين الثالث والرابع وبعد كده ندخل على ما يخص الدرسين الخامس والسادس يبقى كده نص ساعة الأول والثاني نص ساعة الثالث والرابع بعد كده درسين الخامس والسادس عندي page 158 عندي choose the correct answer from A, B, C or D number 1 there was a strong space so all the boat trips were cancelled yesterday كان في أكيد عاصفة شديدة جدا المركب الرحلات اللي بالمركب يعني cancelled اتلغت امبارح strong journey storm plan site طبعا هنا عندي storm strong storm يعني عاصفة عاتية شديدة number 2 our teacher has an attractive space all students like him يعني اقول لك المدرس بتاعنا ده عنده شخصية جذابة كل الطلبة بيحبوه time secret personality review طبعا هنا عندي ايه personality 3 people who can't walk can use a space to travel around يعني الناس اللي ما عندهمش اللي ما بيقدروش يمشوا ممكن يستخدموا ايه للتنقل من مكان الى اخر طبعا عندي هنا ايه ويل تشير والكرسي ايه بعجل يعني 4
You shouldn't tell people about your space. يعني لا يجب عليك أن تخبر الناس بإيه؟ أكيد بأسرارك. Book, house, dress, secrets. طبعا هنا عندي secrets يعني إيه؟ يعني أسرار. نكمل الصفحة اللي جنبها page 159. 5. I like Basil because he is a lot of space. Fun, fans, fins, falls. طبعا هنا انا بحب باسل because he is a lot of fun. A lot of fun يعني مرح. طبعا خلاص احنا اتفقنا fans يعني مرح او معجبين. عندي fins يعني زعانف. Falls يعني يقع او يسقط. خلي بالك ده كان اعتبر انها فعل يعني. Number 6. محمد صلاح space Liverpool football club in 2018. Called, opened, joined, walked. عايز اقول لك ان محمد صلاح كده انضم لفريق ليفربول لكرة القدم في 2018. يبقى عندي هنا joined. 7. My favorite book is Space Treasure Island. يعني عايز اقول لك ان الكتاب المفضل يدعى يسمى Treasure Island جزيرة كنز. Called, played, opened, traveled. طبعا هنا ايه called. 8. After the ship sank. خلي بالك sank من thank دي بالاس هنا. بعد ما السفينة غرقت he swam to a nearby space surrounded by water. يعني بعد ما السفينة غرقت كده سبح الى حاجة قريبة كده محاطة بمياه. طبعا طالما محاطة بمياه من جميع الاتجاهات عندي beach, storm, island, desert. طبعا هنا عندي يبقى ايه؟ يبقى island. 9. Space short stories helps young children improve their language. يعني عايز اقول لك ايه؟ القصص القصيرة بيساعد الاطفال الصغيرين من تحسين لغتهم. Speaking, walking, reading, calling. طبعا هنا عندي reading قراءة القصص القصيرة. 10. علي is tall but his mother is short. علي طويل بس مامته قصيرة. يبقى تا واحد طويل واحد قصير. يبقى they are difficult, different, the same, difference. طبعا لازم تكون عارف معاني الكلمات كويس جدا هنا. يبقى they are different. Different يعني مختلفين. خلي بالك the same يعني نفس الشيء. Difference اختلاف أو خلاف. Difficult يعني إيه؟ يعني صعب. نفس الصفحة نكمل هنا 11. طبعا جزئية definitions. Space means with one or more people. يعني لما يكون حد مع واحد أو أكثر بنقول together يعني معا أو سويا. عندي two, both, together, alone. طبعا عندي هنا ايه together. نخلي بالك نطقها together. Together. بعد كده هنا number 12. Space are what the person likes doing. ايه الحاجة يعني الحاجات دي اللي الشخص بيحب يعملها. يعني بيبقى عنده هوايات معينة. مثلا عندي plans, hobbies, issues or قضايا, secrets يعني اسرار. طبعا hobbies. Hobbies يعني هوايات. بعد كده عايزك تركز لأول language notes, expressions and preposition مهم جدا. 13. Traveling space Cairo in the rush hour is not easy. يعني التنقل السفر في القاهرة حول القاهرة في ساعة الذروة طبعا حاجة ليست سهلة. يبقى نقول traveling about, around, above, under. طبعا ناخد ايه traveling around. 14. Children who can't walk can space a lot of things using wheelchairs. يعني الأطفال اللي ما بيقدروش يمشوا ممكن يعملوا أشياء كثيرة مستخدمين الويل تشيرز. طبعا يستطيعون أن يفعلون أشياء كثيرة أو كثير من الأشياء. طبعا هنا can do a lot of things. Can do. 15. Basil can't walk. Basil ما يقدرش يمشي. It is not easy space him to travel around school. خلي بالك الجمل دي كلها موجودة في كتاب المدرسة. Basil لا يستطيع أن يمشي. إنه ليس سهلا بالنسبة له. It is not easy for him to travel around the school. خلي بالك لو هنا هو ما فيش him ممكن كنت أقول لك it's not easy to travel. It is not easy to travel. بس خلي بالك him دي تخلينا اختار ايه for. هنا ما فيش to أصلا يعني. It is not easy يعني ما لو كنت خدتها على طول يعني. 16. This is an exciting book. كتاب شيق. It was written space نجيب محفوظ. طبعا هنا exciting book كتاب لذيذ شيق. It was written لما يكون كتاب كتب بواسطة مؤلف معين يبقى قول by والشخصية. In, on, by, from. طبعا هنا ايه by نجيب ايه نجيب محفوظ.
نيجي لسؤال الليسننج. مش عايزك تكون زهقت يعني، انا ما اعرفش انت دلوقتي بتشوف الفيديو يا ترى مره واحده ولا دي تالت مره، عشان الدرسين الخامس والسادس يعني، اعتقد ان هي تالت مره يعني، وانا مقسم لك الفيديو ما تقلقش. Listen and choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا هنا اقرا لك جزء listening ونحل. My best friend is called Basil. He has got straight hair and brown eyes. He is kind. He likes reading and playing video games. Again, my best friend is called Basil. He has got straight hair and brown eyes. He is kind. He likes reading and playing video games. طبعا بناء على الجزء الجميل اللي انت سمعته مرتين. What is your best friend called? عمر، ياسر، باسل، طارق، باسل. 2. He has got space hair and brown eyes. Curly, blonde, long, straight. 3. Basil is unfriendly, coward, kind, unkind. طبعا هنا عندي ايه؟ kind. 4. What does he like doing? He likes, بحب يعمل ايه؟ reading, playing video games, drawing, A and B. طبعا هو في الجزء الاستماعي انت احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا reading and playing video games، يبقى هنختار ايه؟ هنختار D. دي كأنك انت مختار A و B، ما تحطليش، خلي بالك ما تحطليش داير على A وداير على B، لا تختار دي علشان تبقى تفهمنا انك انت عاوز ايه اللي هو A و B معا. بعد كده complete the following dialogue. طبعا المحادثة خلاص احنا تشطرنا بقى، ودي يعني سهلة شوية لان هنا هنحتاج كلمات فقط. رامي and كمال are talking about their favorite subjects. رامي وكمال يتحدثان عن المواد المفضلة بتاعتهم. طبعا تعطى الجملة الأولى كاملة والقصة الطويلة العريضة ده مش هقعد أعد وأزيد فيها كده خلاص. What are your favorite school subjects؟ المواد المفضلة عندك إيه يا رامي؟ فبيقول له I like English and، خلي بالك أنا ما أعرفش عندي إيه، بس رامي رجع بيقول له إيه؟ هيسأله سؤال Do you like history؟ طالما هنا هو عايز يقول له ليه بتحب الهيستوري، يبقى هنا لازم يكون قال history فوق. I like English and history. وبعد كده سأل سؤال Why do you like history؟ خلي بالك الإجابة To learn about the past. طب وهيسأله طب وانت ظروفك ايه يا رامي؟ طب الدنيا ماشية معاك ايه؟ عايز تسأل واحد طب انت وماذا عنك؟ هتقول له What about you رامي؟ خلي بالك كل ما يخص الأسئلة باللون الأحمر، كل ما يخص الإجابات باللون الأزرق. فقال له رامي I space art and computer studies. انا بايه؟ يعني انا بحب الارت والكمبيوتر ستاديز. فهيجي يساله كمال why do you like computer studies؟ خلي بالك لايك اللي انت كتبتها هي موجوده في السطر اللي تحت منه، خلي بالك هتيجي كلمه تانية دلوقتي. رامي هنا بيقول له because I like playing computers. كمبيوتر خلاص كده حليناها. I like computer ايه؟ I like playing computer games. بعد كده كمال me too. بعد كده رامي فانتاستيك. كمال اوكي ليتس بلاي كمبيوتر جيمز توجذر، يعني هيا بينا نلعب ايه العاب الكمبيوتر ايه سويا. نفس الصفحه نكمل. تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. عندي نمبر 1 اتس امبورتنت تو بي سبيس لايك اليس، يعني مهم انك تكون ايه مثل اليس. هنا لايك يعني مثل. كاورد، وي، بريف، ساد. طبعا الصفه جميله تبقى زي اليس، تبقى تو بي بريف. طبعا كاورد يعني جبان، ويك يعني ضعيف، ساد يعني حزين. عندي هنا بريف يعني شجاع. بعد كده نمبر 2 هي از كايند سبيس فريندلي، خلي بالك انا عايز اقول لك هو لطيف وودود. خلي بالك هنا عطف صفتين مع بعض، بقول هنا لما يكون في عطف صفتين مع بعض اقول اند. طبعا هنا بيكوز لان، بيجي بعدها سبب، بط تفيد التناقض، وعندي سو يعني ايه لذلك. نكمل هذه الجزئية في بيج 162 صفحة 162 وخلاص هانت. ايه ده احنا خلصنا، احنا قربنا خلاص اهو، يعني احنا مش هنوصل لساعة ونص زي ما احنا اتفقنا. الدرسين الخامس والسادس بيبقى مفهومش كتير يعني، ومفهومش قطعة. نمبر 3 اتس امبورتنت سبيس سبورتس ريجولرلي، يعني مهم انك انت تمارس تؤدي رياضات بصورة منتظمة. اتس امبورتنت تو،
خلي بالك مهم ان كذا، يبقى بنقول it's important to play, it's important to do, it's important to revise before exams، ما علينا. المهم important to زائد المصدر. Number four, he likes reading and space video games. يعني هو بيحب القراءة وايه الفيديو جيمز. الفيديو جيمز دي الانسب كلمة playing, giving, reading, hurrying. طبعا عندي هنا ايه playing video games. Five, Basil has got a space because he can't walk. Basil عنده ايه لانه ما يقدرش يمشي. Table, ladder, wheelchair, pool. طبعا هنا wheelchair هو الكرسي اللي بعجل ده. طبعا pool يعني حمام سباحة. Ladder يعني سلم متحرك. Table يعني ترابيزة. Six, a space is a place where we do sports. المكان حيث نمارس الرياضات. Fun fair, ملاهي, fair or the book fair يعني معرض الكتاب, and water wheel, ساقية, and the playground. طبعا هنا ايه and the playground. Number seven, she has good space here. It has terms يعني ثنايا كده ملفوف كده على بعض ده. يبقى ده مش يعني مش straight. يبقى أكيد curly. يبقى she has got straight, curly, blonde, dark. طبعا كلمة it has turns دي خليتني اختار she has got curly hair. 8. Something hidden from others is called a. حاجة مستخبية او بتبقى مخبية عن الاخرين على الاخرين بيدعى بنسميه سر. اكيد حاجة مخبية. Secret, secretary, problem, game. طبعا هنا عندي ايه secret. خلي بالك لازم تبقى عارف معنى الكلمات كويس جدا. 9. My father is very busy. حطيت لك هنا كومة خلي بالك. Space, he does sports every day. يعني عايز يقول لك ان بابايا مشغول جدا. To, لا, but, ولكن, so لذلك, and, طبعا هنا but. But هنا تفيد التناقض خلي بالك. الand تفيد العطف. يعني and كذا. My father is very busy, مشغول, ولكن he does sports every day. بعد كده عندي number 10. My space friend is عبد الرحمن. He helps me a lot. خلي بالك طالما هنا عبد الرحمن وبيساعدني كتير يبقى الراجل ولا يعني حاجة صديق مميز بالنسبة لك. يبقى هنا my worst, bad, tall, best. يبقى هنا my best friend is عبد الرحمن. He helps me a lot. مكملين نفس الجزئية. هنا السؤال الرابع. Read and correct the underlined words. Number 1. Rami loves basketball and he doesn't like volleyball. خلي بالك طالما هنا جملة مثبتة والجزئية التانية منفية يبقى هنا لازم تبقى تناقض. يعني يقول لك فلان بيحب الباسكتبول ولكن لا يحب الفوليبول. يبقى خلي بالك لما تيجي تكتبها بس تحط كومة قبل بات ومش مشكلة اكتب بات. اهم حاجة تبقى عارف انها بات. يعني خلي بالك لو عطف حاجتين يبقى اند. اقول لك رامي loves basketball and volleyball مش مشكلة ده لو اند. يعني number 2, he would like drinking orange juice. خلي بالك اوعى تغلط في الجزئية دي. اعمل بوز للفيديو دلوقتي وحل. would like خلي بالك لازم يبقى to زائد الفعل في المصدر. يبقى he would like to drink. خلي بالك لو كتبت drink بس هنحسبها لك غلط عشان انا بقول لك اهو he would like to drink. number 3, Naveen loves play tennis. خلي بالك love or likes or hate or hates والكلام ده كله يجي بعدها الفعل مضاف له ing. يبقى Naveen loves playing a tennis. بعد كده number 4, has your father gets glasses. خلي بالك خدنا has got و have got. يبقى has your father got glasses. بعد كده number 5, write a paragraph of about 80 words on. طبعا ده بنجاوب عنه في نهاية الكتاب. عندك a review on your favorite book. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنحل التست on unit 3 وحدة كاملة خلي بالك بما فيها ايه الباراجراف. وبعد كده هنحل في كراسة التدريبات اللي هي a week is enough. Thank you for watching.